الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحييكم أيها الأحبة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتواصل وإياكم وهذه الحلقات المباركات من برنامج نفحات رمضانية. فمن النفحات الرمضانية أن تتصدق أيها المسلم ولو على أهل بيتك، والله تعالى يقول إن المصدقين والمصدقات، أي قد ذكر الرجل والإمرأة بالصدقات، سواء كانت على الأبناء أم على الإخوة من صلة الأرحام أم على الأخوة في الله من الذين يأتون إلى الأبواب ومن الذين تجدهم أنت في محلاتهم أو في الأماكن التي هم فيها أو يسكنون فيها. لذلك الصدقة تطفئ غضب الرب، وقال المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف: يا عائشة اطفئ النار، أي نار جهنم، ولو بشقة من التمر أو بشق تمرة. وفي الحديث: تصدقوا على موتاكم ولو بشق تمرة. لماذا شق تمرة؟ لأن غالب قوت أهل الحجاز هو التمر، فله مكانة عالية، وبما أنه هو غالب قوت أهل الحجاز لذلك جاء هذا الحديث الشريف عن الصدقات. والصدقة كما قلنا تطفئ غضب الرب، وكذلك في الحديث تطيل في العمر وتجنبك ميتة السوء وتبعد الكبر، وكذلك تبعد عنك التعالي، أو كما جاء في شرح الحديث النبوي الشريف. فقد ذكر لنا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذ قال: كان راهب من بني إسرائيل قد عبد الله سبحانه وتعالى في صومعته 60 سنة، ثم نزلت بجانبه جارية ثم دخلت عليه فواقعها 6 ليال، ثم بعد ذلك نزل على يديه فهرب منها والتجأ إلى مسجد وإلى بيت من بيوت الله، فبقى على هذا الحال 3 أيام لم يأكل أبدا، فدفع إليه برغيف ثم كسر هذا الرغيف وأعطى للذي على يمينه ثم أعطى للذي على يساره، ثم بعد ذلك جاءه ملك الموت فأخذ روحه فعرض على الله، فوضعت 60 سنة عبادة في كفة من الميزان، ووضعت تلك 6 أيام التي قد راود بها تلك الجارية، فرجحت أو رجحت الكفة التي بها 6 أيام على تلك 60 سنة، ثم جيء بذلك الرغيف فوضع أمامها فرجح ذلك الرغيف وأدخل ذلك العابد بتلك الصدقة التي تصدق فيها لذلك الذي على يمينه مسكين والذي على شماله فقير، فقد تصدق في سبيل الله. لذلك أيها الأحبة، الكلام عن الصدقات ليس لها حدود، ولا نستطيع أن نوجزها بهذه الدقائق المعدودة والقصيرة، لكن من خلال هذه النفحات نتذكر أيها الأحبة بأن الصدقة هي تطيل في العمر، وكذلك حينما يتصدق الإنسان فإنها تنمى له يوم القيامة، حتى أن الصدقة تصبح كالجبال وإن كانت هي كالذرات. فعليك أيها المسلم أن تتصدق في هذه الأيام المباركة، وأن لا تنسى أولا عيالك وأم بيتك، لأنك في هذه الصدقة لك أجران: أجر الصدقة، ثم أجر صلة الأرحام، ودينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على عيالك.
فأن الدينار الذي تنفقه على عيالك هو أكثر أجرا من ذلك الدينار الذي تنفقه في سبيل الله، كما عبر المصطفى العدنان. فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود إليكم. حدث في رمضان. وحدث في مثل هذا اليوم في 13 من رمضان عام 15 للهجرة وصول الخليفة عمر بن الخطاب إلى الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس بعد معارك ضارية لجنود الإسلام لفتح ديار الشام. وفي عام 67 للهجرة وفي مثل هذا اليوم في 13 من رمضان ظهور الطاعون وانتشاره في الحجاز وسمي بالطاعون الجارف. وفي عام 250 للهجرة وفي مثل هذا اليوم في 13 من رمضان الخليفة العباسي أحمد المستعين بالله يرسل جيشا يقوده موسى بن بغى الكبير إلى حمص بعد أن كان أهلها قد وثبوا على الوالي وقتلوه في شهر رجب، وقد حاربهم ذلك الجيش وهزمهم وقتل الكثير من أهل حمص وأحرق المدينة وأسر جماعة من أهلها. وفي عام 95 للهجرة وفي مثل هذا اليوم في 13 من رمضان وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي وهو قائد أموي ووالي الكوفة. جديد أيها الأحبة، وكما عودناكم على أن تكون الشطر الثاني من كل حلقة أن ندلي بها معجزة عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من باب شحن الهمم ومحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فعن سعد بن أبي وقاص هو خال النبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ماذا قال؟ مرض سعد حتى شارفه أن يفارق الحياة، ثم سمع به المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء لكي يعيده أو يعيده أي أن يزوره. ومن المعلوم أن الذي يزور المريض فأن عند رأس المريض 70,000 ملك يستغفرون لذلك الزائر. فحينما وصل المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن اشتد مرض سيدنا سعد، حينما وصل إليه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت له بنت واحدة، فقال للنبي يا رسول الله أجعل إرثي لها، أي أنه قال أوصي بمالي كله، فقال له المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لا، أي نهاه أن يوصي لهذه البنت جميع ذلك المال. فقال الشطر يا رسول الله يعني أجعل لها جزء من مالي، فقال له المصطفى لا، ثم قال فالثلث، فقال له المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الثلث فالثلث كثير. فحينما كان هو مع المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول هكذا، فقال له المصطفى لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. فبعد ذلك دعا له المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بالشفاء فشافاه الله ورزقه مالا كثيرا وولدا كثيرا حتى أنه فتح العراق على يديه، ثم دخل على هذا الفتح أناس في الإسلام كثير، ثم سبى كثير، ثم قتل كثير. فلقد طبق الله سبحانه وتعالى مقولة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم واستجابها، حيث أنه عاش بعد ذلك المرض المميت 50 عاما، وقد انتفع به كثير من الناس، وقد أسلم على يديه كثير من الناس،
وهذه بركة دعوة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل الذي شارف على الموت ولن يجد في داره إلا بنت واحدة، فقد أغناه الله تعالى ببركة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أختم هذه الحلقة أيها الأحبة بهذا الحديث النبوي الشريف المبارك، إذ يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أتاكم السائل فضعوا في يده ولو ظلفا محرقا، أي لا تجعل السائل يعود وهو خالي اليدين. فصلى اللهم يا ربي، صل اللهم يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قد أخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.